مرحبا لكل من عم يتابعنا بالحلقة الأولى من إنستوب. اليوم بهالأوضاع اللي شوي صعبة وبعجة الأيام اللي عم نعيشها، أكيد نحن بحاجة لجرعة ولو صغيرة من الطاقة الإيجابية والتفاؤل. لهيك رح طلع عليكم مرة بالأسبوع أنا وشخصية بتحبوها قدرت بعمر صغير تعمل فرق كبير بالمجال اللي اختار إنه يشق طريقه فيه. نقعد معه أكتر، نتعرف عليه، هو مين، شو كان حلمه، كيف وصل له، بكرة وين بيشوف حاله. اليوم التوب اللي رح تكون معنا هي اختارت مستقبلها بإيدها، لحقت حلمها انه تكون دكتورة تغذية، قدرت، وصلت، تميزت. على الرغم من شهرة ابوها ما اعتمدت ابدا على هذا الشيء، قدرت تحقق شيء خاص فيها وتكسب منه نجاح وشهرة بمحبة الناس إلها. اكيد صار عندكم فضوح تنعرف مين هي ضيفتنا اليوم، خلينا نشوف. لكن ضيفتنا لليوم رح تكون الدكتورة رنيم النوري، بدي رحب فيها معنا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. مرحبا. كيفك؟ تمام. شو الأخبار؟ الحمد لله. رواق؟ رواق الحمد لله. كنا عم نشوف التقرير جميل جدا، لفتني لما سألتك أنا بالتقرير شو الجملة اللي أنت بتآمني فيها أو ماشي فيها بحياتك؟ قلتي لي إنه النجاح لا شيء يحدث بالصدفة. لا شيء يحدث بالصدفة. احكي لي منين جاء إنه شو، ليش هي الجملة بالذات؟ شوف هلا انا ما كثير شاطره بالشرح واقول لك ليش وكذا، يعني حتى بالتعبير دائما عندي مشكله، بس انا هي جمله بآمن فيها كثير لاني لمستها كثير بحياتي. يعني ما في شيء صار معي كنت مفكرته صدفه وطلع صدفه، دائما في له مبرر، يعني دائما شخص بلتقى فيه بعد فتره بكتشف انه انا كان في سبب. مسج وصلتني، تعليق طلع لي، صوره شفتها، دائما بتوصلني لشيء. تمام. واللي زاد علي هذا الايمان بهي المقوله هو كورس طاقه عملته من فتره. حلو كثير. ايه هذا الكورس على فكره غير لي كل حياتي. وانا كمان كثير عندي اهتمام بهذا المجال. رائع عن جد. مزبوط مزبوط. ايه فبوقتها فعلا صدقت وصرت استغل الصدف اللي عم تصادفني، يعني قبل ما كنت استغلها، كنت انه اوكي افهم لها معنى، بس لا هلا صرت اقدر افهمها واستغلها، يعني ما مرق هيك صدفه كيف من كان. تمام. العصفوره قالت لي انه الاهل كان بدهم اياك تدرسي شيء وانت غيرتي لشيء من دون ما يعرفوا، احكي لي شو صار؟ وين العصفوره؟ اللي صار خلصت بكالوريا، كنت حابه ادرس شيء له علاقه بالديزاين، عماره، ديكور، كذا. ما رضي بابا. لا. ايه سجلني وقتها طب بشري. درست اول فصل طب بشري، ما كنت حاسه حالي انا هون يعني. بس اللي درستي طب البشري. ايه اول فصل. داومتي وكل شيء. ايه فصل، قدمت فصل. كنت باثناء انا كنت بالقلمون، ففي فرع تغذيه وعم شوف رفقاتي، كثير حبيت الفرع. حلو. واصلا انا كان عندي هذا الاهتمام، يعني انا كان عندي شويه وزن زايد مو كثير، يعني شيء كم كيلو. رحت بالبكالوريا عند دكتور التغذيه وكثير حبيت شغلها. يعني اثر فيكي زياره الدكتور بالبكالوريا لحتى كثير مو شوي انت غيرتي؟ ايه كثير، انا كثير حبيت، يعني تابعت عندها كذا مره، حبيتها هي اول شيء، وحبيت كيف عم تشتغل، حبيت شغلها بشكل عام، يعني حسيت انه بتمنى اكون فعلا محلها. كوني محلها. ايه فاقترحت وقت الاقتراح، اهلي ما رضيوا، لسه فرع جديد وما بيعرفوا شو مستقبله وكذا، خلوني انقل، نقلوني على طب الاسنان.
من طب البشري لطب الاسنان صرنا. من طب البشري لطب الاسنان. حلو. طب الاسنان ضليت فيه للرابعه. برافو. ايه بالرابعه بنبلش شغل عيادات، شغل حقيقي. صح. ايه ما قدرت اتقبل الفكره نهائيا هون. لما بلش العملي انت ما تقبلتي بقى؟ لا لا ما قدرت ابدا، وبوقتها صادفت كان في شويه مشاكل بمنطقه جامعتي فاضطريت اوقف دوام ونقلت على لبنان. هنيك نقلت تغذيه، ما كنت مخبره ولا حدا من اهلي ولا حتى جوزي كان خطيبي بوقتها. بالسر. بالسر قدمت وعدلوا لي مواد وبلشت وقدمت اول فصل، بعدين خبرتهم انه انا عم بدرس تغذيه. طبعا يعني ما بعرف اذا في داعي اقول لك شو صار وقت اللي خبرتهم. اكيد صار شيء كبير. ايه بعدين مشي الحياة. انا قلت لهم انه انا لو مكمله بالاسنان ما كنت حاشتغل فيها. رنيم بتخافي كنت تفشلي انت بالتغذيه؟ انت لازم يكون عندك خوف دبل من اهلك انك فشلتي ومن حالك انه لا انتي... ما كنت خايفه، لا ابدا ما كنت خايفه، انا كنت شايفه حالي هون بهذا المكان. اي ما كنت خايفه ابدا. انت يعني هذا خيارك. ايه ما كنت حاببته يعني، وشايفه انه انا هذا الشيء اللي بدي عن جد اعمل فيه شيء لقدام. تمام. هن بيقولوا بالطاقة، أنا وأنتي بنحب الطاقة، أنه اللي بيحب شيء وبيآمن فيه أكيد رح ينجح. صح. فيه. إذا هلا بدنا ننتقل شوي لموضوع الشغل. أنتي متزوجة وعندك ولدين. ولدين الله يخلي لك ياهم. كيف عم توفقي بين شغلك وبين عائلتك؟ كيف عم أوفق بين شغلي وبين عائلتي؟ هلا أولادي الحمد لله كبروا شوي، يعني صاروا بالمدرسة هن اثنين. فأنا بوقت هن بالمدرسة أنا بنزل على شغلي. حلو. بس يخلصوا مدرسة على 3:30 تقريبا بيرجعوا، أنا هون بكون خلصت يعني، خلصت مواعيدي وبرجع على البيت. بقعد معهم خلص للأخير يعني، المركز بضل فاتح للمساء بس أنا ما باخد مواعيد للمساء، يعني بحاول إنه بقضي معهم كل الوقت اللي هم موجودين فيه بالبيت، وبستغل فترة مدرستهم للشغل. للشغل يعني مقسمة الوقت تقريبا. تمام. والدك الفنان عباس النوري بدنا نوجه له تحية أكيد. سلام. انسان مشهور، فنان معروف بالشارع السوري والعربي، كيف انت بتتعاملي مع انه ابوك هو فنان مشهور؟ استغليتي هذا الشيء بصراحه؟ شوف مو انا استغليته. هلا انا اول فتره يعني لما كنا صغار كان اسم بابا مسؤوليه، يعني حتى احيانا كنت اتضايق. كنت احس اي تصرف يعني محسوبه علي لاني بنت عباس النوري، يعني ما اقدر كثير اكون اخذ راحتي. بس بعدين يعني لما كبرت شوي اختلف الموضوع يمكن. ايه بالعكس صرت افهم اكثر انه لا انا هي ميزه عندي اياها عن باقي العالم يعني. صح. وانه الحمد لله بابا حدا بيرفع الراس فيه يعني، وهي بتحملك هي الشغله مسؤوليه اكبر طبعا. وقت اللي بلشت شغل بال 2015 فتحت اول عياده، صارت الناس تجي لعندي لتتفرج على بنت العباس النوري، مو لحتى هن ياخذوا استشارات. هيك انت بس مو بايد مو انت لا انا اعمل لك، انا ما دخلني يعني، هي هيك صارت القصه. حاولت لفترة طويلة يعني لحدك تقول من كم شهر انه انا عم حاول اثبت نفسي بنفسي. تمام. هيك بدي اقول لك اياها، انه هذا الشيء بيخليك تبذلي جهد يمكن مضاعف. ايه انه انا دائما بدي انه انا رنيم، يعني مو انا بس بنته لعباس نور، لا انا لي مكانتي الخاصة. أي. اوكي. لحد من كم شهر بعدين لقيت موضوع شوي اسهل اذا انا بستغل اسمه، فانا مو انه استغليت اسمه بس انه ايه صرت احاول انه ايه الناس تعرف انه انا بنته، مو غلط يعني. طبعا هذا الشيء انت لازم تفتخري فيه. تفتخري فيه اساسا. لننتقل شوي لموضوع السوشيال ميديا، كيفك مع السوشيال ميديا؟ من جديد منيحه شوي صرت. بتتفاعلي مع الجمهور ستوريات بوستات؟ غالبا ايه بحاول يعني بحاول. انا ما كثير لي مراء بس الاغلب اللي حوالي صاروا ينصحوني انه هذا الشيء كثير ضروري بهذا العصر. فمن جديد صرت عم حاول انه انا ايه اتفاعل مع العالم، نزل ستوريات احكي فيها شغلات مفيده يعني. بيفيدك بشغلك انت بتحسي؟ كثير. ايه هلا يعني انا لامست انه انا كثير فرق شغلي بعد ما صرت على السوشيال ميديا موجوده. فرق اكيد. انا بدي في شغله انا كثير يعني سالوني حتى اسالك عنها. شو رايك بالناس يلي بتحط ستوريات وانه نحن عم ناكل الاكله كذا تفضلوا مثلا، هدول الناس اللي بحطوا يومياتهم اكل، طيب شو رايك فيهم انت؟ صراحه ما بحب يعني. نحن حاليا هلا بوضع ما بيسمح انه نحن اذا كنا عايشين مرتاحين نورجي العالم، لانه في كثير ناس فعلا ما معها تاكل. ما فيها تماما. ممكن يعني تشوف على الصوره تشتهي. ايه هذا الشيء بشع 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 كثير يعني، وبصراحه سطحي يعني. هنا عم يحاولوا يظهروا بس شوفونا شو عنا، شو بنملك، شو عم ناكل، شو عم نلبس، شو عم نشرب، وين عم نروح، وين عم نجي. ما في شيء قيم او معلومات لها قيمه عم يقدموها. تمام تمام. نحن اكيد انا بتمنى من كل قلبي انه هي الظاهره
تخف ومبطلة. رنيم كمان أنا وأنتي مع بعض رح ننتقل هلا شوي لعند الشاشة ونكمل دردشة هون. رح نشوف هلا رنيم حط لنا مجموعة من الصور. هدول الصور أنتي بدك تعطيني اليوم وصف صغير، مو شيء يعني مو شيء كبير، عرفتي؟ ماشي أوكي. أوكي يلا جاهزة لنشوف أول صورة رح تطلع معنا هلا، هي صورة تاج وسلطان وخالد. تاج وسلطان وخالد، الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك، تسلم. شو بدنا نحكي عن هي الصوره رني؟ شو بدي اقول لك، يعني حياتي كلها هدول، يعني تاج وسلطان ولادي، خالد جوزي، كل شيء عم بعمله انا هن لاولادي، يعني لحتى هن يوصلوا لمرحله يقولوا انه ايه هي ماما، يعني رافعين راسنا بماما برنيم. رنيم بسرعه بدون ما تفكري، رتبي لي شغلك، زوجك، ولادك بالترتيب. اولادي، جوزي، شغلي. شغلك. الله يخليك يا هون. هلا بدنا نشوف رنيم الصورة الثانية رح تطلع لنا هلا على الشاشة، هي صورة بابا الفنان عباس النوري. تمام. شو نحكي عن الصورة؟ ما حكيت قليل، يعني بابا لولا أنا ما كنت هلا أنت واقفة وأنا أنت عم تعمل معي هذا اللقاء، يعني بابا هو الدعم الأساسي بحياتي، يعني هو آمن فيني وعطاني ثقة اني انا اقدر اعمل اللي انا بدي اياه، يعني فالله يخلي لي اياه. الله يطول بعمره ونوجه له تحية ثانية للفنان عباس النوري. الصورة الثالثة هي للفنانة العالمية أديل، يلي كلياتنا بنعرف انه هي كانت سمينة شوي واليوم صارت بهذا الجسم الجديد. آراء كثير انقالت عن أديل، انه كيف نحفت بهالسرعة، شو عملت، كانت احلى، صارت ابشع، الكومنتات اختلفت. شو رايك انت رنيم كاخصائيه انا رايي ترزيق. رايي انه برافو عليها، يعني بغض النظر شو الاسلوب اللي تبعته لوصلت، انا قريت عن الموضوع والنظام اللي عملته نظام جيد، ما انه نظام مضر يعني بصحتها، بس شو ما كان هي برافو عليها انه هي قدرت تعمل شيء هي بدها اياه، هي بتحبه، هي ما كانت متقبله حالها بهذا الشكل وضلت عم تسعى لحتى قدرت تعمل شيء هي بدها اياه وهي بتحبه. انت مع التغيير رنيم؟ طبعا، اذا حدا بحاجه هذا التغيير هو شايف انه انا بدي. بس التغيير اليوم بده اراده، لانه مو شيء سهل، مو شيء سهل نحن نغير الشيء نحن متعودين عليه وعايشين معه عمر، لو شو ما كان هذا الشيء، يعني حتى لو بده بخمس دقائق بيتغير، بس القرار ما هو سهل. فلا برافو عليها يعني، ويا ريت كل العالم تقدر تعمل الشيء اللي هي عملته. اوكي هلا رنيم بدنا ننتقل انا وانت لفقره الجيف اواي. فقرة الجيف اواي قررنا نعملها مشان انتم كمان تشاركوا معنا بالبرنامج وتكونوا معنا، هي فقرة رح يربح فيها الضيف اللي رح يكون معنا جائزة لأي حدا بيتفاعل مع صفحة البرنامج، رح نشوف هلا اليوم مين اللي رح يكون رابح معنا. رنيم اعطيني رقم بسرعة. 9. اوكي رح نشوف على الشاشة مين صاحب اللايك اليوم رقم 9، 1 2 3 4، 9، مريم فيوض. مريم فيوض هي اللي ربحت معنا اليوم، ألف ألف مبروك إليك يا مريم. هلا رح نروح أنا ورنيم نعمل شغلة صغيرة لحتى لنسجل فيديو. يلا. هاي يا مريم، كيفك؟ نحن من برنامج إنستوب على قناة سما، معنا الدكتورة رنيم لتخبرك شو ربحتي معنا. هاي مريم، مبروك، حنربح استشارة تغذية لمدة شهرين مع متابعة عندي بالعيادة مع تحليل مكونات الجسم كل مرة من دهون وعضل وسوائل. ألف مبروك، يلا ناطرتك، باي. حلو، مبروك. مبروك يا مريم. رنيم، هاي الفيديو حلو، هلا بننزله وبنعمل لها منشن لمريم عليه مشان تشوفه. رنيم كثير انبسطت معك. تسلم، انا كمان. الحلقة يعني للأسف رح تخلص، بدي خليكي هلا لحالك مع الكاميرا بجملتين تحفيزيتين لكل حدا عم يحضرك ويشوفك هلا. بدي اقول لكل حدا انه ما توقف ابدا شو ما كان الشيء اللي زعجك، سواء جسمك، سواء شكلك، سواء اسلوب حياتك، دائما نحن من كل لحظه فينا ناخذ قرار جديد ونبدا من اول وجديد. كونوا قوايا وكونوا ايجابيين، وبصير بعدين كل شيء سهل، وكونوا مناح اهم شيء. الحلم مو هو يلي بتشوفه بس تنام، الحلم هو يلي ما بيخليك تنام، وانت عم تفكر وترسم وتمحي وترجع ترسم الطريق، طريقك يلي انت رح تترك اثر فيه بالعالم.
حلمك ناطرك وهي أنا أكبر مثال، واقف اليوم وعم حقق جزء من حلمي. النمطية كتير سهلة بس الاختلاف هو الصعب. حاول تختلف، حاول تتميز. إنستوب صار وقت اليوم يسكر بوابه. فيك أنت كمان تشارك معنا وتقترح مين التوبي اللي ممكن يكون معنا بالحلقة الجاية عبر صفحات البرنامج على السوشيال ميديا. لا تنسى أنت قادر بأي وقت وبأي زمان وتحت أي ظرف أنك أنت كمان تكون